شرطة الحق هي الرسالة الجاية من قوة وعزيمة والجاية من عمق الأصالة وبتحمل القيم العظيمة. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر هذا الملف الجديد من برنامجكم دفتر أحوال. التحية للشعب السوداني المعلم، التحية لقواتنا النظامية ولا سيما قوات الشرطة المنتشرة عبر سهول هذا البلد الحبيب المترامي الأطراف. التحية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وهي تلعب دورا كبيرا ومهما ومتعاظما في بناء هذا الوطن وبناء أبنائه من أجل الاقتصاد والتنمية المستدامة. تعددت أنواع المخدرات وأشكالها وأصنافها حتى أصبح من الصعب حصرها، وهنالك جهود مغدرة للسيطرة عليها. ولعمري وتقديري أن ذلك سيكون ناقصا ما لم تتم المعاونة من فئات المجتمع المختلفة. على صعيد متصل، فقد وضعت منظمة الصحة العالمية تصنيفات لهذه المخدرات، فقسمتها إلى ثلاث أقسام تتدرج تحت أو جميعها تحت الأنواع المختلفة. فالمخدرات تتسبب في كثير من المشاكل، منها السرطان حمان الله وإياكم، كما تعتبر هي المتهم الأول في تدمير عقول الشباب وبالتالي تدمر الاقتصاد والمجتمع. تحية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرطة السودانية، وتحية لضيفي الكريم داخل الاستوديو عقب الفاصل. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، مرحبا بكم جدا في برنامجكم دفتر احوال، ونحن في معيه الاخوه في الاداره العامه لمكافحه المخدرات. في معيتنا الاخ الكريم العقيد الدكتور محمد احمد الامين مدير اداره العمليات بالاداره العامه لمكافحه المخدرات. دكتور محمد مرحبا بك في برنامج دفتر احوال. مرحبا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسوله الامين. حقيقه شاكر جدا لقناه الشروق لهذه الاستضافه الطيبه، وأخص بالشكر القائمين على أمر دفتر أحوال، هذا البرنامج الذي يعني يعتني ويعنى بحلحلة كثير من المشاكل المجتمعية، واليوم على رأسها وأهم المشاكل ألا وهي المخدرات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في أن نقدم ما ينفع المشاهدين الكرام الأعزاء إن شاء الله بمشيئة الله تعالى. دكتور محمد، يمكن برنامج دفتر أحوال نحن يمكن وعدنا المشاهد الكريم بأنه في كل فترة ما طول الفترة نوعي نبصر ونرشد القائمين، نقول على الأمر في إدارات المختلفة ولا سيما شبابنا في كل الاتجاهات، ونوعي المواطن السوداني بهذا الداء الخطير الذي يتسبب في تدمير المجتمع كما أسلفنا في مقدمة هذا البرنامج. يمكن هي ملفات نحن علينا على أنفسنا في برنامج دفتر أحوال نتابعها بالتتابع، وأي جديد في إدارة المخدرات ومكافحة المخدرات نحن إن شاء الله سنعرضه للمشاهد الكريم والمواطن عشان ما تبصر أكثر وأكثر. كده في بدايتنا هذه الحلقة الطيبة المباركة، نحن نقول الآن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الآن أين موقعها من الإعراب بعد هذه الفترة؟ نقول الأحداث من هنا وهناك في السودان، ممكن نقول أحداث سياسية وغير سياسية يعني. نعم، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تم إنشاءها معروف بموجب القرار الوزاري 164 في العام 2000، وتختص واهتمام أو إنشأت لتختص بمكافحة المخدرات والتصدي لكل التعاملات غير المشروعة في مسألة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن لديها مهام أخرى أيضا، وهي واحدة من الإدارات الشرطية الأخرى،
أشرت لهذه الظروف التي عاشتها البلاد في الفترة الفاتت، فهي انتظمت الصف مع بقية الإدارات الأخرى الشرطية في الأعباء والمهام الأخرى غير المهمة الأساسية التي من أجلها أنشأت مكافحة المخدرات، بالإضافة لمهام الأساسية لحفظ الأمن العام في البلد. والآن هي تعمل في المضمارين، في حفظ الأمن العام مع بقية الوحدات الشرطية والأمنية الأخرى والعسكرية الأخرى، بالإضافة إلى مهام مكافحة المخدرات الآن. نعم دكتور محمد، يمكن برضو في الأحداث الأخيرة نقول والله كان في اتهام نقول مباشر لشبابنا، الناس اللي كانوا قاموا بالثورة اللي شهدت أو شهد السودان مؤخرا، كان في اتهام مباشر لهؤلاء الشباب بأنه بيتعاطوا مخدرات وكلام كثير كبير جدا من الشائعات. أنا في تقديري وأنا عن قرب يعني أن كل ذلك كان عبارة عن شائعات لتدمير نقول الشباب نفسيا ومعنويا، وبالتالي تدمير الشعب السوداني بصورة أكبر أشمل. أنا داير على لسانكم أنتم قائمين على هذا الأمر وهذه الإدارة المهمة، المعلومة كانت سليمة أن الشباب كان بيتعاطوا مخدرات، واللي هي برضو زي ما قالوا والله هي شائعات زي ما ذكرت أنا يعني. هي طبعا شائعات في شتى الاتجاهات في المرحلة الفائتة، يمكن طالت كل الاتجاهات يعني، وهذه واحدة يعني التعامل معها أو نشر هذه الشائعة بالشكل لم يكن أصلا يعني له ضبط، أو لم يكن وجود لهذا التعاطي بالشكل الأشعي به. وأبدا يعني لا ننكر أنه يعني هناك انتشار للمخدرات في أوساط الشباب بشكل معمم، لكن الكيفية التي تم نشر الإشاعة بها في الفترة بتاعت الثورة، أنا أفتكر أنه الشباب إن لم يكن واعي بكامل حاجاته ما كان أصلا قدم على هذه المرحلة، وما كان يعني وصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. فالنتائج أصلا لا يمكن يعني كمعادلة، لا يمكن نتائج لمتعاطين مخدرات بالشكل الأشع به ممكن يصلوا لهذه التغييرات ولهذه الأحداث التي مرت بها البلاد إلى يومنا هذا. نعم، يمكن هي نقول هي الحرب النفسية يعني، الحرب النفسية يمكن الفترة اللي فاتت دي كلها. نعم، كانت عبارة الأغراض عن كثيرة حقيقة، الناس استغلوا ظروف. نعم، الأغراض كثيرة جدا حول نشر هذه الإشاعة، طبعا كلا له غرضه فيها، لكن بالكلية نحن يعني بننفي لحد كبير جدا جدا حجم الشائع بالشكل الأشع به. وزي ما قلنا النتيجة للثورة وما وتوصلت إليه يمكن بنافي المسألة بتاعت أنه أنا ما أفتكر أنه ممكن متعاطي للمخدرات أو غايبين بعقولهم تماما بفعل المخدرات ممكن يتوصل إلى ما توصل إليه. والله زي أنا دار أنتهي هذه السانحة وحيي كل الشريحة تحت الشباب. نعم. الواعي نقول المدرك للمرحلة زي ما ذكرت أنت دكتور محمد أنه هم كان عندهم قضية والقضية. نعم. وصلوا لها. نعم. زي ما ذكرتها أنا يمكن أبصم بالعشرة إنه ما في شباب يكون بهذا الوعي إذا كان هو بيتعاطى مخدرات وعنده قضية دار يصلي وعنده هدف دار يصليه، وبالتالي يمكن كل القوى نقول السياسية وغير السياسية في السودان أمرت بهذا الحراك الكبير في الشعب السوداني، ودي تحية لقطاع الشباب، وده نقول من هذا المنبر إنه الشباب لابد إنه يدعوا معنا في هذه المكافحة من هذا المنبر انطلاقا من هذه الثورة، فلتكن هي ثورة أيضا لهذه المكافحة. تتفق معي؟ أنا لو سمحت لي برضو أضيف. نعم. الكلام ده إنه الشباب هو مستهدف، دي واحدة من أوجه الاستهداف اليوم، وحقيقة شريحة الشباب من خلال مضابطنا في العمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هناك ظروف شتى لاستهداف الشباب. نعم. وبالولوج بهم إلى ميادين المخدرات، ومن هنا رسالة أوجهها لكل الشباب، لابد من أن يتوخوا الدقة في التعامل وأن يعني يبعدوا بقدر الإمكان ويجنبوا أنفسهم كل المسائل الترويجية. نعم. أشكال الاستهداف الأخرى المباشرة في نشر المخدرات بأنواع المختلفة في أوساطهم، وأخص من الشباب الطلاب في أنهم لابد من أن يعوا لهذا الموقف، ولعل هذا نوع من الاستهداف يعني الإشاعة أشيعت وهم في ميادين الاعتصام بأنه يتناولوا هذه المخدرات بالشكل الأشع به، قد يكون هناك شيء من التعامل لكن ما بالحجم الممكن الناس تعامله، وكله استهداف للشباب. نعم. فانتهز هذه الفرصة وارسل هذه الرسالة للشباب، كل أنواع وكل ضروب الاستهداف للشباب بفعل المخدرات يبتعدوا وتجنبوا. نعم. هذا النوع من الاستهداف. نعم، يمكن بنفس الغدر الشائعة دي كان هي نقول قبل الثورة برضو كان في شائعات كثيرة جدا في لطلاب الجامعات تحديدا. نعم. وأنتم عاملون في هذا المرفق المهم مكافحة المخدرات، وبالتالي عيونكم مفتحة أقول بصورة كبيرة في الجامعات وغير الجامعات، الكلام ده كان عبارة عن شائعات ولا برضو كان كلام كان كلام حقيقي يعني؟ والله هو طبعا أنا زي ما قلت لك حجم الإشاعة في مزالة الجامعات يعني حجم كبير. أيوة، هو في الجامعات، في بعض الجامعات ظهر طفى للسطح فيها بعض التعامل، ولكن الآن نحن لدينا شعب، وزي ما أنت ذكرت نحن بالمرصاد لهذه الشريحة، ويهمنا أمرها جدا وأمرها يقلقنا جدا.
نحن الإشارات لا تعني النشر بالكيفية. الآن نحن بنسمع وحتى نحن ذاته يعني بتظهر حاجات مرات حتى الإعلام نفسه بيكون يعني متعامل فيها تعامل في شيء من السلبية. ونحن حتى بالعمل الميداني بنمشي وراء المسائل دي لكن ما وجدنا يعني بالكيفيات اللي يشع بها أو يعلم بها هذا الانتشار بالشكل المخيف المقلق جدا. نحن لا ننفي بالكلية الوجود لكن ما بالمستويات المطروحة أو بالكيفية المنشورة، لأنه أحداث كثيرة جدا جدا ظهرت حتى زي ما قلت لك وسائط بعض الوسائط الإعلامية يعني أظهرتها، ودائما إحنا الإعلام شريك معانا طبعا أصيل لما نتناول أي قضية نحن بنتعامل معها تعامل بجد خالص، وتعاملنا بجد وراء أحداث كثيرة جدا جدا أشيعت بشكل مخيف لانتشار مخدرات في أوساط الشباب والطلاب بصفة خاصة، لكن ما وجدنا لهذه الشائعات أصل ما بهذا الكم وهذه الكيفية يعني. نعم نعم نعم. طيب لو قلت لي الناس بينشروا شائعات وسط الطلاب تحديدا من الشباب ليه؟ والله طبعا هو زي ما قلت لك هي شريحة مستهدفة من جهات وناس كتار جدا لهم أغراض، وحتى في ناس يمكن بيسموا بعض الجامعات بأن انتشر فيها المخدرات بحكم التنافس غير الشريف باعتبار السمعة في المسائل العلمية. أي نعم للمسائل العلمية وفي نفس الوقت لسمعة الجامعات، بحيث أنه المسألة طبعا أخذت الجوانب برضو يعني استقطاب الطلاب لبعض الجامعات، كثرة الجامعات والكليات والمعاهد، وده ممكن يكون واحد من الأسباب. والأغراض تكثر يعني كل من يشيع طبعا له أغراض ممكن احنا نكون اداركناها وعرفناها أو ما عرفناها. دكتور محمد والله كلام جميل. أنا يمكن برضو دار انتهز هذه السانحة، ونحن يمكن كشرطة سودانية جزء من هذا المجتمع الكبير في السودان، وبالتالي بيهمنا كل التفاصيل الحياة اليومية للمواطن السوداني. نقول في النهاية عاوزين انه يتلمس دروب التنمية بصورتها الكبيرة عشان هذا البلد يمشي لقدام. يعني المسألة بتاعت التنافس الغير شريف والناس اللي يمكن بينشروا شائعات المخدرات عشان يتنافسوا في المسائل العلمية، نقول والله يجذبوا الطلاب لبعض الجامعات ويبعدوا من جامعات مختلفة. الناس اللي بيعملوا عمليات زي ذاتهم مش الناس مفترض تخوض تحت خطين، واذا كان هم اصحاب جامعات الناس تتخذ فيهم قرار فلتكن الجامعه هي كان لم تكن، اذا كان ده هو اسلوبهم وده يمكن المبدا بتاعهم شغالين بهذه الكيفيه للتنافس، فليكن التنافس تنافس علمي شريف يعني. نعم هو طبعا ما محدود في الطلاب بينهم او بعضهم البعض، هو طبعا يعني كنت بقصد التنافس بين الجامعات لاستقطاب انا اقصد الادارات نفسها وكل الناس الغايبين نعم على الامر يعني. نعم هو طبعا تنافس غير شريف وفعل اصلا يعني ما اخلاقيه وما مظبوطه، واذا كان احنا يعني حتى في مضابطنا اجابه عمل بالشكل ده ان احنا له بالمرصاد ايضا، لكن افتكر برضو يعني ضعاف النفوس لتحصيل الاموال ايضا يعني لديهم اعلام كبير جدا جدا للمخدرات، ويبثوا في اوساط الطلاب اوهام واعتقادات خاطئه تماما في انه المخدرات يعني ممكن تفعل كذا وتفعل كذا، وبالتالي يسوغوا لأنه الجامعة الفلانية بدأت تتناول بحيث أنه الجامعات الأخرى يعني تنتظم في نفس العمل تكسب الطلاب وأيوة تكسب طلاب وللأمر في النهاية ما يخلي الطالب يمشي للجامعة المحددة. نعم وده هو ده يعني أنا واحد من الأسباب اللي يمكن أعتقد اعتقاد في أنه ممكن يكون من الأسباب هو التنافس غير الشريف في أوساط الطلاب في أوساط الجامعات. عندكم دراسات في هذا المجال؟ والله الآن نحن يعني يمكن يكون عندنا شعبة الآن تعنى بمسألة الجامعات وبدأت تتلمس في حصر الجامعات، حصر الإشكالات في الجامعات، حتى الأعداد للطلاب والتعاطف في كل جامعة، والآن الشعبة تتلمس عمل لدينا يمكن دراسات واضحة جدا. الكلام اللي أنا بقوله الآن يمكن من واقع هذه الدراسات والنفيت منها الشكل الكبير جدا للشائعات بالشكل المطروح حتى على المستوى الإعلامي وغير كلام الشارع، يمكن نفيت من واقع هذه الدراسات. ويمكن الوقت وجيز يعني كنا يعني مع شعبة الجامعات نناقش هذا الأمر. دكتور محمد برضه في جانب اخر المخدرات ونحن بنكافح هذا الداء الخطير. نعم. قلنا يمكن بيقصد الشباب، شريحه الشباب تحديدا وغير الشباب. يمكن الاطباء في مجالاتهم المختلفه اثبتوا تماما ان هذه المخدرات لها مضار صحيه نقول قاتله في كثير من الاحايين. نعم. صح الكلام؟ وطبعا الاطباء اثبتوا انه يعني الشيء الاول ان المخدرات اول ما تتناوله تسلب يعني متعاطيها العقل، وهي دي اداه التمييز الاساسيه. وما افتكر انه في ضرر اكثر من انه الزول ممكن يكون فقد عقله اداه تمييز وربنا خصاه وبها من بين المخلوقات الاخرى كلها، والبها يميز الصالح من الطالح.
بتستتبع هذه المسألة يعني اضطراب في كل بقية الأجهزة الأخرى. يعني إذا كان الجهاز العصبي المركزي لزول اختل تتبعه بقية الاختلال في كل الأجهزة الأخرى، جهاز الهضمي يختلف، جهاز الدوري التنفسي، جهاز التناسل، كل الجسم يختل ويتسبب في أمراض متشعبة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني ثبت الآن بإحصائيات حتى على المستوى العالمي بدراسات دقيقة جدا جدا بتقارير عالمية أنه في ارتباط وثيق جدا جدا لتعاطي المخدرات ببعض الأمراض الخطرة جدا والفتاكة بالبشر بشكل كبير جدا جدا، اللي هي نقص المناعة البشرية وداء الكبد الوبائي والسل، وهذه الامر هذا النوع من من كل امراض خطيره طبعا، امراض خطيره جدا جدا. يعني ثبت باحصائيات كبيره انه في ارتباط وثيق جدا جدا لتعاطي المخدرات بهذه الامراض. عندكم شراكه مع الاطباء في هذا المجال؟ عندنا احنا طبعا شراكتنا مفتوحه كبيره جدا جدا مع كل الجهات، يكاد يكون مع اي فرد في الاسره، كل لبنات المجتمع ان احنا شراكاتنا معاهم طبعا بالشكل المطلق بالشكل العام. وردنا شراكات ضيقة ممكن تكون مسجلة ومكتوبة مباشرة للعمل. عندنا المجلس القومي للأدوية السموم لدينا معهم شراكة، عندنا مع كل الميادين النفسية الصحية لدينا معهم شراكات مباشرة. والآن يمكن ملحقة معنا يمكن استشارية علمية موجودة معنا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فيها كافة أنواع الضروب من التخصصات، الجوانب النفسية، الجوانب الصيدلانية، وكل ما شاك أمره أمامنا لأي أمر من المخدرات فيما يتعلق بالعمل الضبطي نرجع فيه للجهات العلمية والحقل والميدان الصحي للوقوف على مدى المخاطر بالشكل نرسل به الرسائل للمتلقين، بحيث أنه من حجم ومن خطورة وآثار هذه المخدرات فأن يبتعدوا عنها ويجنبوا أنفسهم لها. نعم دكتور محمد، يمكن إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. إذا كان يمكن هؤلاء الأطباء وهذه الشريحة بحيث شريحة الأطباء من هذا المقام من برنامج دفتر الأحوال والبيعمل عمل كبير جدا مع الشرطة السودانية ولا سيما مكافحة المخدرات زي ما ذكرتها، لو كان في أرقام محددة أو إحصائيات محددة لخطورة هذا الداء وانتشاره بكميات، إذا كانوا بيعالجوا الناس أو إذا كان بنقول بالبينة السمعية ساكت سمعنا والله في آثار صحية كبيرة في المنطقة الفلانية للمخدرات ومدوكم بهذه الإحصائيات وهذه الأرقام، بالتالي بيتشكل كلام بتاع مكافحة بصورة أكبر بصورة أوسع في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ونبحي جهود في هذه الإدارة المهمة. نعم، هو مؤكد زي ما ذكرت لك المخدرات هي طبعا مشكلة الآن أصبح مشكلة عالمي والاهتمام به على المستوى الوطني أصبح الآن حاجة محدودة، هو بقى الاهتمام به على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. نعم. لأن حتى يمكن ال يخيف الناس أكثر الإحصاءات بتحصيها أو بتجمع بياناتها للتقارير العالمية. نحن كمجتمع سوداني يمكن قاعد نتكلم دائما عندنا نقاط قوة في المسألة بتاعت مكافحة المخدرات، لكن الشاهد في الأمر أنا يمكن طالعت التقرير العالمي ل 2016 أورد يمكن إحصائيات تخيف، يعني يمكن ربع بليون شخص يتعاطى المخدرات على مستوى العالم للعام 2016 اللي هو 250 ربع بليون. نعم 250 مليون شخص رقم كبير جدا هي. يتعاطى المخدرات. نعم. و29 مليون من العدد ده يعانوا من اضطرابات مباشرة ترتبط بالمخدرات. لا حول الله. ويمكن التقرير ده في نفس السنة أشار ل 207,400 شخص توفيوا تماما بسبب المخدرات المباشر، وفيات تماما استئصال. نعم. كامل لهم بسبب المخدرات المباشر. نعم. ده من جانب في 2016. التقرير 2018 الآن يمكن أشار في مقدمته وفي في البوكلت الأول في المقدمة أنه التعامل في المخدرات بشكل عام التعاطي أو تجارة أو زاد بطريقة ما مسبوقة أبدا، ما حصلت قبل كده، يعني بمعنى في أنه زيادة الزيادة مقارنة بالتقارير السابقة مستمرة بالتقارير السابقة. التقرير 2017 أشار يمكن ل 12 مليون يتعاطوا المخدرات عن طريق الحقن، وأشار لإحصائيات لإصابات قبل يمكن ذكرنا الخطورة بتاعت الأمراض المنقولة عبر تعاطي المخدرات أو وسائل تعاطي المخدرات، دي 12 مليون يتعاطوا بالحقن و 1.6 مليون شخص منهم مصابين بنقص المناعة البشرية من الإيدز. لا حول الله.
و6.1 مليون شخص منهم ديل يعانوا من الكبد الوبائي سي، اللي هو ده معدي مش كده؟ ايوه هو ده اخر مراحل، هو طبعا انت اي بي سي دي المرحله الاخيره منه، مرحلته متاخره جدا، دي حاجه خطيره. اي نعم، مرض في اواخره خالص يعني، او في مرحلته الاخيره اللي هي سي. 1.3 اجمع الاثنين يعني المصابين بالمرضين الاثنين يعني ده الكبد الوبائي سي بالاضافه لنقص المناعه البشريه. فنفتكر انه يعني ما في خطر اكبر من هذه الاحصائيات لاستئصال النوع البشري من على الأرض، وما أظن في سبب آخر ممكن يبيد البشرية أكثر من مسألة المخدرات، ولذا كان الاهتمام العالمي كبير جدا جدا بهذه المسألة. وواضح جدا أنه العالم ده أصله كل ما بيتفق على حاجة إلا يكون ثبت خطرة تماما أو الأمر يحتاج إلى لفتة ووقفة. فالعالم كله الآن قلق جدا على مسألة المخدرات بهذه الإحصائيات والموت المباشر. وزي ما ذكرت لك احنا كمجتمع سوداني حتى الآن نفتكر أنه وناقوس الخطر يدوق، إذا كان عندنا متعاطي واحد نفتكر أنه في خطر علينا ولا بد من أنه نقف وقفة قبل ما تقع الفاس في الرأس. دي مسألة نعم مهمة جدا الأخ العريض الدكتور حقوق عريض الشرطة الدكتور محمد أحمد الأمين. أنا والله دار أولع، يمكن نقول زي ما أنت قلت والله دق ناقوس الخطر، دار أولع برضو الإشارة الحمراء نعم والاشاره اصلا حمراء، ونخليها كده وقفه للمزارع. دي مزارع مهمه جدا عشان نركز فيها، وده نقول ده يمكن دي هي الزبده اللي لنا في هذا البرنامج، برنامج دفتر الاحوال كده. خلينا ناخذ دي فاصل وارجع ثاني اتواصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم دفتر الاحوال، ونحن في معيه اخي الكريم العقيد شرطه حقوقي دكتور محمد احمد الامين، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرطة السودانية. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم في مسائل جوهرية ومهمة جدا، وقلنا دقنا قوس الخطر ولعنا الإشارة الحمراء، فإنه الناس هنا نحن ننتبه، وأنتم كمشاهدين برضو انتبهوا مع المعلومات القيمة اللي بيقول فيها دكتور محمد أحمد الأمين. دكتور يمكن قبل الفاصل زي ما ذكرتها كان معلومات مهمة والله، الأرقام الكبيرة دي أنا ذاتي شلت لها هم كبير جدا، يعني يمكن ده كلام كبير، الحكاية ماشية في زيادة ممكن من تقريبا 2016 2017 2018 ونحن ماشيين في مساله كده خطيره جدا على مستوى العالم يعني. طيب نحن هذه الزيادات الكبيره في انتشار هذه المخدرات على مستوى العالم زي ما ذكرتها، نحن يمكن الحكايه دي في السودان نصيبنا منها شنو حاجه؟ بس اوعى تكون حاجه كبيره يعني. والله طبعا هي السودان يعني شأنه شأن بقيه الدول الاخرى هو ما نجا من مشكله المخدرات. نحن الان يمكن تقريرنا للعام 2018 يعني للاسف فيه زيادة في عدد البلاغات المفتوحة بجرائم المخدرات، عدد في زيادة المقبوط عليهم بجرائم المخدرات، وعدد في المضبوطات كلها للأسف يعني. يكاد يكون نحن فتحنا بالضبط يعني 16928 بلاغ في العام 2018 من خلال تقريرنا السنوي في إحصاءات 16928 بلاغ. 928 نعم، ده يمكن تقول والله بمعدل أكثر من 100 بلاغ في الشهر يعني. اي نعم عدد كبير يعني نعم. اكثر ما هي اذا كان 12 شهر للسنه اكثر من 100 بلاغ في الشهر. اي يعني عدد كبير جدا نعم بالمقارنه يعني بالسنين السابقه، ففي زياده. تم القبض على عدد 21888 متهم بهذه البلاغات ال 16928. هي 16000 بلاغ، 21888 هو عادة البلاغ الواحد مرات يكون فيه أكثر من متهم. أي نعم، عدد المتهمين طبعا شيء طبيعي أكثر من عدد البلاغات وعصابات، طبعا دي إحصائية دقيقة لتقريرنا العام 2018. ده كلام مهم. نعم، بالنسبة للمضبوطات الأخرى عندنا يمكن مشكل الأساسي، وهو طبعا أكثر مخدر عندنا استخدامه في السودان أو تناولا في السودان اللي هو البنغو بالاسم المحلي المعروف اللي هو الكنابس اللي هو القنب الهندي. وللاسف ثاني وحيكثر اسفي كثير جدا اليوم واسف لذلك انه زراعته متوطنه عندنا في السودان في ولايه جنوب دارفور في محميه الردوم. نعم. فاكثر مخدر الان بيتم تعاطيه هو البنغو بزحمه طوالي اللي هو الترامادول، الكبتاجون، الاكيزول اللي من الحبوب الان موجوده، وبيصاحبه طوالي ايضا الشاشمني، وده بيجينا من جارتنا اثيوبيا زراعته ما عندنا في السودان. هو نفس القنب لكن بيختلف باختلاف المناخ. هو في اثيوبيا يمكن هي نفس النبته لكن بيجي بشكل
مختلف. فالإحصاءات يمكن في السنة المضت قامت حملة ويمكن أبادت ما يزيد عن 240 طن من الحشيش في جنوب دارفور. نعم في جنوب دارفور. نعم. كل الضبطيات أو كل الكميات المضبوطة من الحشيش يعني تعدت 240 طن، وأفتكر أنه نسبة كبيرة جدا جدا. طبعا بيزيد بالعمل بتاع إبادة المخدرات أو الجنة في مزارعه قبله، بتمشي غوات بتقطعه تجمع وتحرقه قبله. يمكن تم حريقه هناك المضبوط الآخر في كل السودان، يعني مضاف ل 175 طن، ل 175 تمت إبادتها في الزراعات، ما تبقى من ال 240 طن بقية ضبطيات في بقية ولايات السودان الأخرى. لكن دكتور محمد والله دار يعني برضو أسجل شهادة بتاعت يمكن نقول والله تقدير لأهلنا في ولاية جنوب دارفور تحديدا، اللي هم نفسهم بيعانوا من هذه المشكلة، ويمكن زي ما قلت هو المناخ خلى الناس تزرع في ولاية جنوب دارفور أو أغاصي ولاية جنوب دارفور، والناس اللي بيجي يزرعوا هذه الزراعات ما هم قطع على شكل الناس ولاية جنوب دارفور تحديدا بقدر ما هم من من من, من ولايات مختلفة إذا كان في السودان ولا برا السودان. معلومتين سليمة؟ وأكيد يعني جنوب دارفور بلد لها ما لها يعني من 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 شرف. نعم. وكرم ناسا وعزة ناسا. نعم. لكن مؤكد أي مجتمع فيه، والشريحة المتعاملة في زراعة المخدرات والتعامل فيها بالتهريب والتجارة بالمناسبة شريحة محدودة جدا. نعم. نحن عندنا الآن مناطق الردوم، الردوم محلية تتبع لجنوب دارفور، وجنوب دارفور كولاية الآن هي طبعا ما نيت من الوصمة، لكن نحن بنقول هي طبعا ما عندها علاقة، لأنه فقط ده جزء في حدودنا تماما مع جنوب السودان وأفريقيا الوسطى بتعامل فيه شريحة ما هي يعني تمثل جنوب دارفور، وعندنا طريق تهريبي عبر بحر العرب من يعني مناطق جابوا المناخ بس يعني. نعم هم ناس موجودين ويتبعوا الان للولايه، لكن عدد الشريحه هي شريحه محدوده بسيطه. اي نعم يعني ما بتسمى بها الولايه كولايه، لكن قدر الولايه جنوب دارفور الناس تفهم. نعم. انه والله جنوب دارفور دي منتهيه تماما يعني. ايوه ما انت بتسمع اذا ما شفت الموقع هي. طبعا وصمت بفعل هذه الشريحه البسيطه بهذا العمل، لكن هي تستهجن على مستوى الولايه تستهجن تماما هذا السلوك، وهو سلوك بيتم من مجموعات ما كلهم من جنوب دارفور، يعني في ناس دخل عليها، في ناس بيجوا من جهات مختلفه من كل السودان. نعم. في ناس الناس اللي بيمولوا الزراعات. صحيح صحيح في عدد كبير من العمال الممتهنين العمل، الناس المتعاملين مع الطبيعه، الناس الساكنين في الاراضي. الشريحه لا تذكر زي ما انت قلت، كمياتهم بسيطه يعني. نعم. ما بالقدر يعني انا شايف وصم الولايه كلها بهذا الصنيع بهذا العمل الشنيع ما شايفه متوافق ابدا. وانا ده اقول والله خير شهاده علينا والله ولايه جنوب دارفور تحديدا اللي هي في المنطقه بتاعت الردوم اللي فيها هذه هذا الداء الخطير. نعم. نقول فرضوا مناخ كيف في المحله دي يعني. نعم هي ولايه جنوب دارفور خير شهاده، لذلك يمكن اقامه الدوره المدرسيه شهدت الولايه الاخيره في ولايه جنوب دارفور، ويمكن نحن كنا شهود على هذه المساله في ولايه جنوب دارفور. نعم. بتنعم بالامن والسلم والطمانينه، وزي ما انت ذكرت طيبه انسانه والتعامل البشري في السودان حقيقه في ولايه جنوب دارفور، واللي ما بيشبه هذا نقول والله هذا الاتهام الخطير لكل الولايه بهذا الداء الخطير. تسمى ولايه جنوب دارفور بالردوم. نعم. والله هي تتبرى من هذه الردوم، وكل الردوم موجود في محلات مختلفه في السودان، ايضا الانسان السوداني تبرع منه. ناس محددين شريحه محدده زي ما ذكرتها. نعم. هم بيتعاملوا مع هذه الاشياء يعني. نعم. حتى المحميه نفسها هي المحميه الان يعني محميه طبيعيه وفيها مكون احيائي له اثره العالمي حتى. نعم. الان يعني هذا السلوك طال هذه المنطقه، ويمكن بدا يفرغها من مضمون الاحيائي الكامل، وهم الان بيعملوا اباده الغابات في وسط هذه الحظيره. نعم. او هذه المحميه. نعم. وطردوا منها يعني حيوانات كثيره جدا جدا بحكم وجودهم، ابادوا كميه كبيره جدا جدا من الاشجار اللي هي المكون الاساسي للمحميه، والمحميه طبعا هي يمكن يكون محميه حتى بقوانين العالميه. نعم. فهو موقع طبيعي. نعم. موقع يعني في السودان ممكن يكون وجهه كل العالم اذا تمت المحافظه عليه بالكيفيه ونصرعت فيه القوانين الحاميه لهذه المحمية، كان ممكن يكون يعني فائدتها في الدخل حتى للبلد بشكل آخر تماما. نعم نعم. يمكن برضو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قامت بحملة كبيرة جدا في ولاية جنوب دارفور في هذه المنطقة المهمة، ويمكن المواطن الموجود في ولاية جنوب دارفور والولايات المجاورة تعاون مع هذه الغافلة تعاون كبير جدا. يمكن شاهدت الفيلم
فروم اي تو زد او من اول لحد نهايته. نعم. تماما فيلم كان حقيقي والمشاهد شاهد معنا وتابع معنا هذه اللقطات الحيه من هذه القافله المهمه. ونحن والله بنفتخر بها جدا جدا في الشرطه السودانيه بانه هذا العمل الكبير تم لمكافحه هذا الداء، يمكن انطلاقا من اداره عامه لمكافحه المخدرات وصولا لهذه البقعه. نقول والله المفترض نحن نتساءل اتساس من ارض السودان ونعيد صياغتها لكلام مهم بينفع السودانيين. دي تحيه مستحقه لكل الناس اللي تعاونوا مع الاداره العامه لمكافحه المخدرات في هذه الولايات في هذا او هذه الحمله اللي تمت من قبل وزاره الداخليه ورئاسه قوات الشرطه. دكتور محمد، يمكن برضه خبراء السلامه دار في مرحله اخر عشان نستفيد من باقي النقاط. خبراء السلامه اكدوا تماما انه الحوادث المروريه تحديدا اذا كان الحوادث الكبيره على مستوى المركبات العامه او حتى المركبات الخاصه، الحوادث الموت كان لما يجي يفتشوا الناس لقوا اسباب انه والله سايقي هذه المركبات للاسف يعني بيتعاطوا المخدرات، وبالتالي يمكن هي اثرت تاثير كبير جدا على هذه الفئه المهمه اللي بتنقل ارواح سودانيين من هنا وهناك. انتم في اداره مكافحه المخدرات عندكم اي شراكه مع نقول والله المين البري وسائل المركبات المختلفه الموجوده في السودان؟ نتائج شنو اذا كان حاجه كده ملموسه؟ في اي مشكله ممكن احنا نتعاون مع بعض فيها عشان نسهل الاجراء بتاع انه والله السائق ده لابد ان يكون سليم ومعافى عشان ينقل هؤلاء الاوراح من هنا وهناك يعني؟ نعم، هو طبعا المخدرات يعني اثرها يمكن واضح، وزي ما ذكرت انت هي في مسائل المرور واضحة جدا آثار الوخيمة جدا. لأن المخدرات زي ما ذكرنا قبل أنه أول ما تفعل بالإنسان تسلب عقله، وبالتالي هي بتبدل إدراك الزول، يعني تصل بك لمرحلة أنك أنت ممكن تشوف الحتة العالية منخفضة والمنخفضة عالية والبعيد قريب والقريب بعيد، لأنه تفرض عليك مرئيات ومسموعات غيرك ما شايفينها وما سامعينها بسبب هلوسة المخدرات. وبالتالي قائد المركبة يعني حتى الحوادث اللي بيرتكبها بتكون بشكل كبير جدا جدا، لانه في شركاء للطريق اخرين، كان مشاة ولا كان عربات، يعني بيظهر الاثر الكبير لحاله الوفيات، لانه كل الحوادث اللي سببوا فيها بسبب تعاطي المخدرات كانت حقيقه يعني حوادث كبيره جدا بفعل المخدرات، بالفهم اللي انا قلته الهوس او الهلوسه بتاعت المخدرات بتخلي من الزول يشوف اشياء غير، يعني زي ما قلت لك يعني هو ممكن يكون خشى في عربيه هو بشوفه مسافته بعيده جدا جدا، او ممكن يقرب له القريب، عموما ادراكه بيكون متبدل ومتغير تماما. المخدرات الان زي ما قلت لك المروجين ضعاف النفوس عشان يتحصلوا على اموال كبيره جدا جدا يروجوا يعني اوصال في اوساط السواقين، انه وده صحيح يعني بعض المخدرات طبعا هي منشط وفي بعضها مثبط، فالنوع المثبط ممكن جدا السواق يكون يتناول نوع من المخدرات ممكن يكون سايق ينوم بغير الهلوسه، يعني بتفعل فيه فعل الهلوسه الممكن تخليه يدخل في ظروف شكلها عجيب جدا جدا. والمنشط بخليه ما ينوم يعني؟ ولا المنوم، النوع المنوم منها. لا المنشط عكسه يعني. ما هو المنشط اصلا تنشيطه لفتره محدوده، ودي يمكن برضه عامله غلوطيه لعدد كبير جدا من الناس، بيقولوا يا اخي ما خلاص المخدرات دي هي منشط، هي تنشط في فتره محدده وترجع زول للا نشاط الى الابد. كثير يعني. من الثانيه. اي نعم، برجع للا نشاط. ودي الخطوره بتاعته. الى الابد، ودي الخطوره طبعا. نعم. وفي كل النتائج بتاع التعامل مع المخدرات اذا كان هي من النوع المهلوس او من النوع المنوم او النوع المنشط وسرعان ما يرجع للتثبيط، فهي مؤداها مؤكد جدا زي ما قلت لك شكله. بيبقى يعني شكل وخيم جدا جدا، وهي مؤداها للحوادث اللي بتكون جسيمه جدا كارثيه. نعم. نعم. يمكن والله في واحده من الحلقات انا بستحضر كان معنا السيد اللواء دكتور احمد عوض الجمل تحديدا. نعم. ذكر هذه النقطه يمكن الخطيره تحديدا في كسر المثاني، ممكن الزول يتناول حاجه منشطه ويرجع في كسر المثاني زي ما قلت. نعم. اللا نشاط يكون اللا نشاط. نعم. خامل تماما وبالتالي يقع الحادث. يمكن دي هي معلومه ذكرها السيد اللواء دكتور احمد عوض الجمل، له التحيه والتقدير، وهو ايضا من العاملين في هذا الاطار، اطار التوعيه والارشاد والتبصير بمخاطر المخدرات من هنا وهناك. يمكن دكتور محمد تناول المنشطات نقول هو بيدخل في مساله بتاعت التخدير تحديدا. طيب في بعض المشروبات، مشروبات نقول والله بتاعت الطاقه دي نفسها بتعتبرها برضه هي مخدرات برضه خشه في القصه دي؟ والله طبعا هي الفحص المعمل هو بيحدد هي مدى الاثار. يعني نحن عندنا الان مخدرات بعينها مضبوطه معروفه وكلها تخضع طبعا للمعمل للفحص عشان تحدد
المادة المخدرة فيها. وطبعا المخدرات يعني هي محصورة مجدولة، جدولة معينة، فيها جدول أول، فيها جدول ثاني، وفيها تصنيفات. ما كان ينضوي تحت هذه الجداول يعالج قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتم التعامل معه على هذا الأساس من خلال الفحص المعملي ووجود المادة المخدرة فيه. فيما عدا ذلك في قانون آخر، يعني هو قانون له علاقة كبيرة جدا جدا بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، اللي هو بيعالج بقية الأشياء الأخرى. في أدوية طبعا موجودة الآن هي مخدرة ومؤثرة عقليا، لكن بعالج قانون الأدوية والسموم. فالمسألة بترتبط بالفحص المعملي لتحديد المخدرات. نحن عندنا مخدرات يمكن معروفة، شيء موجود عندنا في السودان زي البنجو زي ما ذكرنا، وأيضا بنخضعه للفحص على أساس تتحدد باعتبار هو نبتة ممكن تكون في أي نبتة أخرى شبيهة، وبالتالي الفيصل بين في هذه المسألة الفحص المعملي. حتى البنجو المعروف للناس عندنا الترامادول الآن موجود، بنفحصه متى ما تم الضبطية بيتم فحصه لتحديد العين أنه هذا الترامادول ذاته، وبعد ذلك بيتم التعامل معه وفق القانون. فالفيصل في المسألة لكل أنواع المخدرات المختلفة الفحص المعملي. طيب ما أنت دكتور محمد برضو أنا دار، لأن هي مشروبات الطاقة تحديدا متوفرة عندنا في نقول البقالات الكبيرة والتفاصيل كلها موجودة في السودان على عينك يا تاجر. نعم. نقول كده بالواضح يعني. المسألة بتاعت أنتوا حتى لو ما المسألة ما مسألة بتاعت التخصص، يعني يمكن الآن حلقة لو كان مع الدكتور أحمد عوض الجمل كان يفتينا أكثر في مكونات هذا 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 هذه المشروبات، لكن برضو نقول والله أنتوا بالريحة ساي كده، بالريحة ما بالتعاطي يعني، بالريحة ما شايفين والله القصة دي بتشكل مخدر للشباب يعني. والله نحن أي شيء شكينا، حتى بيجينا بعض المعلومات عن ناهيك عن المشروبات دي، حلويات، عن بسكويتات. وزي ما قلت لك نحن طبعا ما جانب تخصص، احنا في العمل الضبطي، ولدينا الدكتور احمد الجمل هو المستشار العلمي للاداره، وبحييه جدا من هنا، ولديه جهود كبيره جدا جدا. في اقرب وقت كل النوع ده من المضبوطات واللي بيجينا به اشارات انه يشك في امر اي من الاغذيه او اي نوع من انواع الغذاءات او المشروبات، زي ما قلت لك الفاصل في الفحص المعملي نحن بنتعامل معه بحكم الشك. يعني اذا حصل شك او جاء بلاغ او شكوى من اي شخص انه الماده دي ظهر انها ممكن تتسبب في كده او كده بالشكل الظاهري، نحن بنضبطها ميدانيا، لكن في النهايه عشان نقدر نصنفها هي مخدر او لا. ايوه نعم، الفحص وكده يتقدم للشخص للفحص نفسه، وتتقدم الماده المضبوطه للفحص، الاثنين بيتم فحصهم، وبعد ذاك زي ما قلت لك هو الفيصل في انه هو دي ماده مخدره ولا لا. نعم. طيب بعد ذاك بيتم متابعته. صحيح، يعني بتظهر من وقت لاخر مواد مخدره جديده في العالم وبتمر. نحن يعني يمكن من الحسنات في يعني كل المخدرات الخطره جدا الان يمكن يكون ما عندها سوق عندنا في السودان، ودي حسنه كبيره جدا. حتى في ضبطيات كبيره جدا لانواع من المخدرات الخطره هي بتمر عابره بتعبر السودان، ما عندها سوق عندنا في السودان، وده كلام يعني كويس جدا جدا. لكن اي شيء تم الشك فيه ونحن اخضعناه، وحتى زي ما ذكرت لك كان في حلويات يمكن دخلت بحدودنا الغربيه السودان في ولايات دارفور، والناس كان في شك في انه الحلويات دي فيها مخدرات هاي، فجبنا اخضعناه للفحص في النهايه اتضح انه ما فيها مواد مخدره. ده كان برضو اعلام لهذا، تم اعتماد. ايوه نعم، اعلام سهل برضو، فهو برضو اشاعات يعني برضو بتجي من هنا وهنا، امراض الناس برضو فيها برضو مختلفه. نعم، لكن برضو الناس تاخذ الحيطه والحذر طبعا. يعني انت اول ما يجيك اي حديث لابد من انك تصل الخبر اليقين انه دي مخدر ولا لا. نعم. بحكم خطوره المخدر، اذا اتضح انه في ماده مخدره وبعد ذلك بيتم التعامل معها كذلك. طيب ممكن برضو هي مشكله المخدرات مشكله زي ما قلت، هي فيها اهتمام دولي كبير جدا ومتعاظم من كل الدول زي ما ذكرت انت في بدايه هذا اللقاء. يمكن تأثير هذه المخدرات وهذه الآفات على يمكن نقول الأمن القومي، وبالتالي من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من نواحي أخرى، فيها تأثير مش كده؟ نعم، وطبعا من النواحي الاقتصادية أولا، يعني زول المتعاطي للمخدرات أو المرتهن لتعاطي المخدرات طبعا هو حيتسبب فقره سريع جدا جدا، وحيحصل ثراء مباشر للمتاجر أو للمروي للمخدرات، لأنه ده حيشيل حصيلته كلها ويملأ بها خزينة هذا التاجر أو هذا المروج. هذا من جانب. من جانب آخر، الأموال الدائرة في الشغل بتاع المخدرات عموما والمؤثرات العقلية أموال ضخمة جدا جدا، هي مؤثرة تأثير كبير جدا في مسائل، وترتبط ارتباط مباشر بغسيل الأموال
وده فيه أثر كبير جدا جدا على من الناحية الاقتصاد. الاقتصادية. نعم، تمول بها الآن يمكن الأنشطة الإرهابية بمختلف أنواعها الآن، لأنه أموال برضو كبيرة جدا جدا، وده كله ضرر اقتصادي. نحن الآن في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الحملة اللي أنت ذكرتها، ما تتخيل أنه التكلفة بتاعت أنه تكلفة الإدارة عالية دي، طبعا. أيوة، لما تقوم لحد ما تمشي وتبيد الزراعة تجي راجع، ممكن تكون التكلفة كم يعني. طيب هي يمكن دي، فده كله أثر على الاقتصاد بشكل مباشر. ده تأثير كبير جدا على الاقتصاد بشكل مباشر، نعم ونحن نقول والله حلقتنا الآن هي مباشرة على الهواء مباشرة. نعم انتهت زمان المخصص لهذه الحلقة، انتهى، لكن على وعد إن شاء الله نواصل في هذه الملفات المهمة، ونملك المواطن السوداني ومشاهد برنامج دفتر الأحوال المعلومات اللي نقول بغزارته وبكثافته، عشان ما نزور ناخذ الحيط والحذر زي ما ذكرنا في هذه الحلقة. لكن في ختام هذا اللقاء لابد برضه من نقول كبسولة كده، تدينا كبسولة نعم منشطة لكن تنشيط دائم عشان نستعمل بها في ختام هذا اللقاء، في نقول كم ثانية يعني زمن انتهى يعني. نعم والله أنا يعني أرسل رسالة لكل أطياف المجتمع السوداني، أسر، مؤسسات تعليمية، كل المنظمات المدنية، كل الجهات الرسمية الشعبية، تضافر لتضافر الجهود مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، علشان في سد منيع ونمنع هذه المخدرات من دخولها إلى مجتمعنا الفاضل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي مجتمعنا خاصة وكل المجتمعات في العالم عن هذه الآفة المستأصلة للطاقة البشرية والنوع البشري من على الأرض. شكرا جزيلا أخي الكريم العقيد شرطة حقوق الدكتور محمد أحمد الأمين، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتحية عبرك لهذه الإدارة، ضباط وضباط صف الجنود وكل العاملين بهذه الإدارة أو هذا المرفق المهم. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وإن شاء الله حنتوفي في حلقات قادمة للحديث الطويل جدا في مسألة المخدرات، تحتاج إلى أكثر من حلقة وحلقة. بإذن الله تعالى. شكرا أيضا موصول لأخي الكريم النقيب دكتور حمزة نور من إدارة الإعلام، وهذه الملفات المهمة اللي احنا آلين على أنفسنا زي ما ذكرت في برنامج دفتر أحوال، نقود تباعا لتمليك المعلومات والحقائق للمواطن الكريم اللي بيستحق منا هذه الخدمة حقيقة. في ختام هذا اللقاء، انتصار الإرادة على العادة، حياة مستعادة، حتى اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامجكم دفتر أحوال. مع السلامة.